يعني نعم. لكم عائلة ولكم شخص مثلا نستطيع توفير مكان نعم. أو تستطيع العتبة العلوية المقدسة أن توفر لهم هذا المكان؟ بالنسبة لدور الضيافة وفي الفنادق التابعة للعتبة التي فتحت منذ اليوم الأول للدعوة المرجعية العليا في النجف البشري، الآن عدد الأفراد هم 2100 شخص، عدد العوائل 583 عائلة، عدد الرجال 609، عدد النساء 625، عدد الأطفال 865 طفل. الأطفال المقصود بهم دون 15 عام. جار العمل على تهيئة مدينة الإمام الرضا التي تستوعب أكثر من 2000 شخص وبنظام القاعات. جاري العمل إن شاء الله على استئجار فنادق أخرى لغرض استيعاب الأعداد الواصلة إلى مدينة النجف الأشرف، وستقدم لهم كل الخدمات لكي إن شاء الله يعني يصلوا إلى هذه الأماكن وهي مجهزة ومهيئة، وستستمر العتبة بتقديم خدماتها حتى انتهاء معارك النصر إن شاء الله، ليعود الأخوة إلى بلدهم لبنان أعزة كراما مرفوعي الرأس ومنتصرين إن شاء الله.